في القطاع الفلاحي تشترك عدة عوامل في ضمان الإنتاج وفرته وديمومة الاستثمار فيها. شعب فلاحية على تنوعها تحتضنها الأرض كأهم العوامل على الإطلاق. أما بالحديث عن الفاعل الأساس في عملية الإنتاج ومحركها الرئيس، فهو العنصر البشري الذي يقود قاطرته الباحثون في العلوم الزراعية. في هذا العدد من حصة صنع في الجزائر، سنعطي المثال عن نجاح التكامل بين الباحثين والشركاء الاقتصاديين من خلال تبني مشروع بحثي أثمر بعد سنوات عن منتوج يعتبر فريدا من نوعه في الجزائر كأول مبيد فطري بيولوجي. يتوج اللي كان رحلة مليئة بالتحديات في الوقت نفسه تجربة غنية عززت كفاءتنا الوطنية. نحن فخورون بأن يكون هذا المنتج ابتكارا جزائريا بامتياز، تم تطويره بأيدي جزائرية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، وقد برهن بيوتوج على فعاليته في مواجهة الأمراض الفطرية وحماية المحاصيل، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات زراعية آمنة. نجاحنا مع منتوج بيوتوج لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة لثقافة الابتكار التي تسود شركتنا شركة سينال. فنحن نؤمن بأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من أحدث التقنيات في تطوير منتجاتنا، كما أننا نولي أهمية كبيرة للتعاون والشراكة مع المؤسسات البحثية، إيمانا بنا بأن التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم. سنة 2017 فريق بحث مختلط مختص في الصحة النباتية ينكب في البحث عن إيجاد حل للأمراض الفطرية التي تعاني منها النباتات على اختلافها، ويشكو المنتجون الفلاحيون من إضرارها بمنتوجهم. فريق البحث هذا الذي وجد في إحدى زوايا محطة التجارب الزراعية بتوغرت والتابعة للمعهد الوطني للبحث الفلاحي يتكون من باحثين من المعهد ذاته ومتعامل سينال الاقتصادي تحت إشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. بداية من 2017 وكانت على مستوى المختبر تجارب عديدة، وهناك إعادة لهذه التجارب، ومن ثم أعطت نتائج جد مبهرة. ثم انتقلنا إلى الميدان، وأعطت نتائج كذلك جد مبهرة لتثبت النتائج اللي تحصلنا عليها في المختبر. وثم تقريبا في سنة 2019 ولا 2018 تم عرض هذه النتائج الأولية في الصالون الوطني للفلاحة بالجزائر، وهناك كانت نقطة الالتقاء مع الشريك اللي مجمع سينال اللي عجبته الفكرة وآمن بها، ثم قرر أنه يستثمر في هذه الشراكة العلمية. الانوفاسيون كانت هي تحويل فطر من علبة بيتري إلى بودر مويابل، يعني لتسهيل عملية الاستعمال تاعو أغونتيشيل ولا فليبو. يعني كانت هذه التجربة الأولى في الصالون، يعني حتى تفاجأنا باللي كنا من بين الناس اللي خيروهم في هذا الصالون. يعني كانت مجموعة من الأساتذة الجامعيين ولا البروفيسور اللي يخدموا على المبيدات البيولوجية البيو بيستيسيد، كنا احنا باغمي هذو الناس. عيطونا إلى ولاية وهران، درنا فيها ناتوليي يعني من جديد، وكانوا فيها دي بارتنير. بعد ما قمنا يعني بعرض كل واحد يعرض المنتوج نتاعو اللي طاب اللي كان واصل فيها، لقيت روحي باللي يعني خيروني من بين يعني الاولى في هذاك لاتولي، وحب يخدم معنا هذا المستثمر سينال. ودرنا معهم صراحه مستثمر، انا كباحثه يعني الاداره نتاعنا المدير العام والمسؤولين في وزاره الفلاحه، درنا مع والمسؤولين في وزاره التعليم العالي، داروا معهم يعني كونترا تاع مشروع شراكه اللي هو بروجي دي زيكيب ميكست. والحمد لله راكم تشوفوا النتيجه نتاعو اليوم في الميدان. النتيجه نتاعو الاولى راكم تشوفوا هذا المنتوج، يعني هذا البرودوي اللي راح يساهم في اقتصاد، صراحه نشوف فيه في اقتصاد الوطن سورتو في الظروف الحاليه اللي رانا نعيشوا فيها. مبيد فطري بيولوجي يعتبر الاول على مستوى الوطن،
ومن اختراع يعني مجموعه طاقم كبير صراحه اللي راهم معنا في هذا البحث. انا راني شيف بروجي وي، بصح رانا مجموعه كبيره اللي سهرت على هذا البرودوي باش الحق لهذه المرحله. 7 سنوات من التجارب المخبريه والحقليه بمحطه التجارب الزراعيه بتوغورت ومساحات فلاحيه اخرى اكدت النتيجه، وهي الوصول الى الخلطه الملائمه لتصنيع اول مبيد فطري بيولوجي يحمي النباتات ويغني الفلاحين عن استعمال المبيدات الكيميائية. بيوتوك راح نعرفه هو مبيد فطري بيولوجي كونتر دو مالادي لا فيزاريوز ريزوكتونيا، يعني راهو اومولوجي على هادو دو مالادي، وهو يخدم ثاني ايفي بيو ستيميلون باسكو هاد لو برودوي يعني هاد المبيد فيه مجموعه من الفطريات النافعه، كاين فيها اللي تعمل دور تستوبي لا مالادي وفيها اللي تقوي النبات. وحنا كي كنا نخدموا صدر التجارب الحقليه هي اللي خلتنا نتولهوا باللي هاد لو برودوي راه يلعب دورين، يعني مبيد فطري وبيو ستيميلون. احنا البرودوي اومولوجينا على 7 منتوجات، يعني 7 منتوجات زراعيه هنا في المنطقه، من بينها الطماطم سوسار، طماطم طوماط سوريز، لو غادي، لو بيتخاف، سالاد، كاروت، لو تورنوسول. وبعدين يعني هكذا كي طولت شوي المده نتاع لو بروجي زدنا بعثناها عند الفلاحين وجربناها على لي زاف خويتي وعلى البالميداتي ومد نتائج مليحه، نتائج يعني صراحة بشهادة الفلاحين والمتخصصين في الميدان. بعد تأكد النتائج تم الانتقال إلى المرحلة الموالية وهي التصنيع الذي بدأ كإنتاج مخبري، تفاصيل دقيقة يمر عبرها إلى غاية مرحلة التعليب. رانا متواجدين في مخبر إنتاج المادة الفعالة للمنتوج المبيد الفطري بيولوجي بيوتوغ. في هذا المخبر المبيد الفطري البيولوجي بيوتوغ يمر بأول مرحلة لإنتاج المادة الفعالة التي تعتمد على كائنات حية دقيقة مكونة من عدة سلالات محلية لفطر تريكوديرما أرزيانوم، بحيث نوفر لها الوسط الملائم التي تتعايش فيه من غذاء ورطوبة ودرجة حرارة لتصبح جاهزة للمرحلة القادمة. بعد استلام المادة الأولية المعقمة يأتي دور مخبر التلقيح، نقوم بزرع المادة الفعالة من أجل تكثيرها تحت الظروف الملائمة لضمان نجاح عملية الإنتاج. يتم تعقيم المادة الأولية بتتبع جميع مراحل عملية التعقيم. بعد استلام المادة من قاعة التلقيح نقوم بتنظيمها ونحرص على مراقبة جميع الشروط اللازمة لسيرورة هذه العملية وإنجاحها، ثم ننقلها بعد ذلك إلى قاعة التجفيف. من أهم التحاليل التي نقوم بها في مختبر تحليل الفيزيوكيميائي والبيوكيميائي هو مراقبة مستوى هرمون تجذير الذي يحفز نمو النبات ويعزز فعالية المبيد الفطري، إضافة إلى ذلك قياس درجة الحموضة والنقلية الكهربائية لضمان استقرار المنتج وفعاليته البيولوجية. عدد من الفلاحين بدأوا فعليا في تجريب منتوج بيوتوغ الذي أعطى حسبهم نتائج مرضية. حقيقة صادوني دي ريزلتا بوزيتيف. يتبقى احنا دوك انه علاش اللي قعدنا نشجعوا وقعدنا بلمنا حارسين، لأنها المنطقة الحقيقة راهي تعاني بزاف، لانها بالمعنى دائما حابين احنا انه المنتوج هذا نتاعنا يتغير، بالمعنى لانها احنا الحقيقه مع شويه المناخ ومع السخانه اللي عاد كذا دائما عندنا الجفاف. بعد ما عملنا هذا البيوتوغ في البيوت البلاستيكيه كنا نظن باللي البيوتوغ هذا مع الا مع الخضروات، لكن اتضح انه يعمل مع الاشجار المثمره ومع النخيل. وكان يعني كانت عينه في النخيل هو موجود. منتوج الطماطم اعطى نتيجه ما شاء الله ابهرت الجميع، وكذلك الميزه هي انها تتحمل. انا تركتها لمده اسبوع ولم تتغير. كذلك الذوق زياده على انها منتوج طبيعي خالي من مواد كيميائيه. في حين يعكف منتجو بيوتوغ على شرح طريقة الاستعمال والخطوات اللازم اتباعها. أولا استخدامه مع الدعامة العضوية لتحضير الشتلات، حيث نقوم بخلط 20 جرام مبيد الفطري البيولوجي بيوتوغ مع التربة العضوية، ودائما نحرص على توفير الرطوبة، ثم نملأ الصواني بالخليط، ثم نقوم بزرع البذور. أما بالنسبة لتطبيق المبيد الفطري البيولوجي بيوتوغ للنخيل
نقوم بمزج 1 كيلوغرام من المبيد مع 25 كيلوغرام من السماد ونضعه على محيط النخلة، وكما ذكرت دائما نحافظ على الرطوبة. أما بالنسبة لعملية الرش، نقوم بإذابة 10 غرام من مسحوق بيوتوك في 1 لتر من الماء ونمزجه جيدا ونرشه على كامل النبات على طول الساق والأوراق. واستعمال المبيدات البيولوجية الطبيعية، دوك انا كي نستعمل مثلا مبيد مثلا كما احنا، هذا المبيد هو متكون من فطريات تاع المنطقة دي شامبينيون انتاغونيست اللي نحيناهم من هذا التربة المالحة واللي يحملوا درجة حرارة حتى 60. كي نقول لك انا فطر يحمل درجة حرارة 60 ولا 50 يعني هنا في المنطقة، بس احنا كنا نديرو في التجارب في صيف وشتاء وربيع، والملاحظات هذه الحاجة اللي يعني أثيرتنا بزاف في لي سوش اللي خدمنا بهم، بس احنا كانت عندنا تقريبا واحد البنك تاع 200 فطر سوش من نفس النوعية هذه، وقلنا بعدك درنا لا سيليكسيون تاع واحد 6 ولا 7 اللي كانوا صح فريمون يحملوا انهم نقدر نخدم فيهم في الشتاء في الصيف في الربيع في كامل الفصول، باسكو احنا جربناه على الطماطم وجربناه على المزروعات. كنا كي نكملوا البيوت البلاستيكيه نروحوا للبلانشون وبعدين رحنا لزار فرويتي والبالميداتي. دونك انا نشوف بلي البيوتوب كيكون يعني على الاقل مع لي سوش اللي فيه اللي يخدموا فيه بيو ستيميلون كيكون يخدم به الفلاح، ويعني مانيش نقول الفلاح انا هذا جبنا لكم يعني ما كاش منها ان برودوي بالله باش يعود معجزه اللي راح يقضي على كامل الامراض ولا راح يخدم كلش، هذه ماهيش معقوله بالتكامل. دوك حنا البيوتوك ما يحبسوش لي زونغري، معناتها كون السيد يخدم بالبيوتوك ويستعمل دي زونغري ما يستوبوش، باسكو في طريقه استعمال البيوتوك حنا واش نقولوا لهم؟ نقولوا لهم هذا تريتمون بريفونتيف، ماذا بيك تحطوا في لو سول على الاقل 15 يوم 20 يوم قبل ما تزرع. علاش؟ باش هذاك الفطر يتوضع اون فوا انت تحط لا سومونس تاعك ولا المزر ولا دير ترونسبلونتاسيون تاع لي بلون يروح لو سيستيم غاسينار ونقولوا يدخل في لو سيستيم غاسينار يدير له ان بوكلي وتكون لا بلونت واجده يعني تبدا تحمي نفسها من الامراض تكافح. ويزيد هذاك لي سوش يخلوا لا بلونت تمص اللي يساعدوها على امتصاص المواد المعدنيه والغذائيه نتاعها. يعتبر منتوج بيوتوك الذي بدا كفكره ومشروع بحثي في بيئه تبنته بشكل صحيح النموذج الناجح في مرافقه المؤسسات الناشئه. اذا سعينا الدائم هو توزيع نطاق اعمالنا في مجال البحث والتطوير لنقدم قيمه مضافه للاقتصاد الوطني. لدينا خطط طموحه للتوسع سواء عبر منتجات جديدة أو من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الفلاحي في مختلف الولايات وعلى كل نطاق الربع الوطني وخاصة ولاية تقوت التي نعتبرها الحجر الأساسي أو الركن وحجر الزاوية في رؤية المستقبلية، كما أننا نخطط لطرح منتوج آخر سيارة النور قريبا مع فرق بحث أخرى من نفس المنطقة. في العمل تاعنا احنا رانا نأمنوا أنه عنده دور اجتماعي مهم، وين الاستثمار تاعنا في بيوتوك ساهم في خلق فرص عمل ودعم التنميه المحليه، والتزامنا بالتنميه المستدامه راهي يبان بوضوح من خلال هذا المنتج اللي يحافظ على البيئه ويقلل من التلوث، وبالتالي الشيء اللي راح يحسن